السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا الجهوي ديال الداخلة والذهب 2021. الا كنت كنركز في الامتحانات والتصحيح ديالهم قبل على كيفاش تجاوبوا وتفهموا الجواب، هاد الفيديو غنركز اكثر على الحوايج اللي كيقدر وقع فيهم الغلط نتابعوا ليهم، والحوايج اي قالوا اللي ما كيكونوش معودين لنا في الجهويات يعني نديروهم وناخذوا فكره عليهم وكاولي يتحطوا لنا في الامتحان. سي بور سولا غنبدا نفتح قوس ونبدا نخرج شويه على النطاق ديال الاكزام، يعني بارفوا ميم نعطيكم دي زيكزومبل باش نقدروا ان شاء الله ناخذوا فكره على لا ماجور بارتي اللي حوايج اللي يقدروا تحطوا. افون دو كومونسي بغيت نشكر سو اللي كانوا كيحطوا لنا دي بوزيتيف يعني كومونتير بوزيتيف، كنشكرهم وكنقول مرحبا لي نوفو ابوني. فوالا غنبداو بعدا بالاكسيرسيس الاول. هنا كوم دابيتود كثريا كيبداو لينا بالاكسيرسيس الاول ديال ايكواسيون ان ايكواسيون. هنا هادي لا ماجور بارتي كيما تلاحظوا معايا في لي زيكزام، اما كتكون ايكواسيون فراكسيونير، اما كتكون على شكل ا اكس بلس بي، هاد راه ا اكس بلس بي كتساوي صفر، اما كتكون على شكل برودوي ايكال ا زيرو. مي حنا لوبجيكتيف ديالنا ما نحاصروش على هادو، انا غنخدموا هاد الجوجات وغنفتحوا قوس باش نعرفوا حتى لي زيليمون الاخرين. اولا هنايا عندنا مثلا ها هي الاولى كيسيون الاول، عندنا 3 اكس ناقص 4 كتساوي 2 اكس بلس 1. هنا فين نقدر ناكد، هنا كوم دابيتود راه كنجمعوا لي زيكس، يعني تنديروا 3 اكس ناقص 2 اكس وهنا كتساوي 4 زائد 1، هذه اللي بغيت ناكد عليها. مي كتكون عندنا ناقص ولا زائد راه كاين بارفوا راه كتجي لهم بديه، هنا في الوقيته ديال الستريس يقدر يغلط، يعني رد البال. عندنا اشاره هنا نموه ولا كانت بلوس كتغير من الجهه الاخرى، يعني هذه اللي ردوا لها اولا البال. شنو ولات عندنا؟ ولات عندنا 3 اكس ناقص 2 اكس هي اكس، وهنا ولات عندنا 5. صافي غنقولوا بلا ما نبقى نكتب لكم، راه عارفين لا فراز، يعني دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اي 5. هنا غنمشيو الثانيه شنو هي؟ 5 في اكس موان ز، يعني 5 في اكس موان ز ها تتساوي لينا 3 اكس بلس 1. هنا ايغالمون عندنا قوس، اتونسيون قوس كنضرب هادي في هادي وهادي في هادي، يعني 5 اكس ناقص 5 في 1 هي 5. صافي رجعنا كيف ما هي الاولى، يعني هنا كنجمعوا لي زيكس بوحدهم، يعني 5 اكس ناقص 3 اكس، وهنا هادي غتغير الاشاره غتولي 5 زائد 1، يعني هنا 2 اكس كتساوي لينا 6. هنا برودوي كيمشي بالاشاره ديالو، كان زائد هنا كيمشي بالزائد، كان مشى ناقص كان ناقص غيمشي بالناقص، يعني هذا هو. وكان برودوي كيولي قسمه، كان قسمه كيولي برودوي، يعني عندنا كنا ولات اكس كتساوي 6 على 2 كتساوي 3، يعني لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون عندنا 3. سي با لا بي نبقى نعاودوها. عندنا هنا كاينه ثاني غيزودغ لي دوزيين ايكواسيون سويفونت. مي افون سولا غنفتح واحد القوس، يعني ايغالمون بغيت تردوا لي البال لحوايج شي حوايج اخرين. مثلا عندنا هنايا الا كانوا ايكواسيون فراكسيونير حتى هما كيكونوا في لي زيكزام، ولكن هنا نشوف مثال اكس ناقص 1 على 5، هذا اكزامبل خرجت دابا على امتحان، ردوا البال اكس بلس 1 على 3. وكاينه شكل اخر ديال ايكواسيون فراكسيونير كتكون اكس ناقص 1 على 5 ناقص اكس بلس 1 على 3 كتساوي لنا مثلا اكس سور 15. انا عطيت امثله اوازر، هادي راه ديفيرون على هادي، خاصنا نعرف كيفاش نخرج كل وحده. هادي ديراكتومون شنو كندير؟ كنضرب هادي ديفيزيون كنضرب هنا تتولي ضرب، وهادي ديفيزيون غتجي هنا وتولي ضرب، يعني شنو غتولي؟ 3 في اكس موان 1 كتساوي 5 في اكس بلس 1. صافي هنا كندير النشر عادي، 3 موان 3 كتساوي 5 اكس بلس 5. انا ما نكملش دابا هنا نعطيكم فكره، اوتوماتيكمون وصلنا كيف ما كنا درنا، هادو غنجمعوا لي زيكس بوحدهم والاعداد بوحدهم وكنخرجوا. مي بورتو هنا اللي رد البال هاد الفراكسيون اللي هنا راه كاينه عندنا واحد ناقص هنا، ما يمكنش ليا هادي غنجي نضربها هنا وهادي غنجي نضربها هنا، لا غلط، يعني انني خاصني نوحد المقام
بجوجهم على اساس يكونوا كلهم عندهم مقام 15 بحال هذه. وكاين اللي التوحيد راه يقدر يغلط فيه، مثلا هنايا كيفاش نوحد الوسيله اللي غنوحد بها، غنضرب باش نوصل 15 غنضرب في 3 في المقام ونضربو في البسط، يعني 3 في اكس موان ز، وهنا ندير 3 في 5 ايغالمون، هنا باش نوصل 15 ضربت في 5، يعني نضرب في المقام ونضرب في البسط، يعني 5 في اكس بلس ا و 5 في 3 كتساوي لنا اكس سور 15. فوالا هنا اش غنوصلو، غنوصلو 3. اتونسيو الحاجه اللي نردو البال، شوف انا ملي درت ضربت 3 في البسط درت القوس، حيت عندي هنا يعني ان عندني سوم الجبريك، هنا تاني ضربت القوس، مهم هذا القوس، مهم عندنا في القوس مي غندير نضربو، مهم عندنا في هذا القوس مي غنبغي ندير كلشي ندير هذا ناقص. يعني هنا 3 في اكس موان ز، يعني بغيت ندير مقام واحد غندير 15، اتونسيو عندي ناقص 5 في اكس بلس ا كتساوي ليا اكس سور 15. فوالا هنا ناقص ضروري، حيت الا ما كنتيش درتي هاد هاد القوس غدير ناقص على 5 اكس وما غديرش على ناقص ديال هاد الواحد مي غضربو، يعني انني رد البال. صافي هنا عادي 15 كتمشي صافي، وهنا كتولي دير نشر 3 اكس، ها انت 3 في اكس ناقص 3 هادي صافي قلنا غيتحيد بعضو، هنا خصو يتحيد، هنا ناقص 5 اكس ناقص 5 تتساوي اكس، صافي دابا عادي اليزي اكس غنحسبوهم الاعداد نحسبوهم نجمعو كلشي وغتولي لنا نخرجو لها. هذا هو الفرق بين بعدا الفراكسيون هاد الفراكسيون هاد الفراكسيون. كاين حاجه اخرى ثاني، مثلا كيكون تل ايدونتيتي غوماركان كنقدرو نخدموهم في هاد لي زيكواسيون، مثلا نقولو اكس موان ز وكاري كتساوي لنا كيعطوك مثلا كتساوي 9، شنو غدير هنا اكس موان ز وكاري وهنا غتجيب ناقص 9 غتساوي صفر. لاحظوا معايا ما كتفكركمش بشي حاجه، الا كتبنا هنا هذا 3 وكاري وهنا اكس موان ز وكاري كتساوي صفر، يعني بي هو 3 و ا هو اكس موان ز، يعني غنديروا ا موان بي في ا بلس بي ليدونتيتي مغماركو الثالثه، يعني شنو غنولي اكس موان ز موان 3 في اكس موان ز بلس 3، يعني غتولي اكس موان 4 في اكس بلس 2. وهنا فين رجعنا؟ رجعنا برودوي ايغال زيرو، وصلنا ليها، يعني عارفين هذه اما الحل ديالي اما هذه كتساوي صفر او هذه كتساوي صفر، في هذه الحاله غنلقاو جوج حلول. ولكن احنا سالينا هذه راه ماشي دائما، واخا عندنا هنا كاينين كتلقى واخا كاينه لو كاري بارفو ما يمكنش لينا نديرو الفاكتوريزاسيون باش نخرجو الايكواسيون. يعني مثلا انا نعطيكم اكزومبل، عندي باغ اكزومبل تفكر هنا عندي اكس فوا اكس بلس 3 هذا مثال كيساوي لنا اكس كاري موان 15، هنا الا درت الفاكتوريزاسيون ما يمكنش ليا ما غتخرجنيش، يعني خصني غنفكر في الديفلوبمون، اني هنا غنضطر ندير ديفلوبمون باش نخرج هاد المعادله، يعني 3 اكس كتساوي اكس كاري ناقص 5، هاي انا درت ديفلوبمون، هاد لي زيكس كنجمعهم كاملين شنو غتولي لنا اكس كاري ناقص اكس كاري زائد 3 اكس كتساوي لنا ناقص 15، لاحظتوا معايا هاي غطير اكس كاري واش غتبقى لنا 3 اكس كتساوي ناقص 15 صافي، و اكس كتساوي ناقص 15 على 3 كتساوي ناقص 5، هاي لا سوليسيون واضح. هذا انا غنفتح نسد القوس، هذا عطيتكم فكره ديال شي حوايج اللي يقدروا يخرجوا لكم في المعادلات، يعني احتياطا تكونوا تاخذوا فكره عليهم. حنا نكملوا دابا ليكزيرسيس، هنا رجعنا هنا كنا قالوا لنا المتراجعات، يعني هنا ريزودغ لي دو زينيكواسيون سويفونت. فوالا هنا نبداو بالاولى، عندنا هي 2 اكس ناقص صغر 3 اصغر من يساوي صفر. بالنسبه للمتراجعات كاع داكشي اللي شفناهم وكاع الحالات اللي يقدروا يكونوا تنطابقوا لا بسم المعادله لا بسم المتراجع، غير هو المعادله راه كيكون عندنا حل او جوج حلول وماكسيموم اكثريه. اما بالنسبه للمتراجعه كيكون ان شون دي سوليسيون، يعني كنقولوا واحد مجموعه حلول، يعني كاين واحد المجال ديال الحل ديال هاد المتراجعه.
اون بلوس يعني الحاجه الاخرى اللي نقدر نقول لكم حتى هي انا غنهضروا عليها يعني دابا نحلوا بعد هذه 2 اكس شنو غتولي؟ هذا قلنا لا ميم شوز يعني ناقص غتولي زائد اصغر من او يساوي 3 يعني شنو غتعطينا؟ يعني اكس اصغر من او يساوي 3 على 2 فوالا. ولكن الحاجه اللي بغيت نقول لكم في المتراجعه اللي ردوا لي البال كان عندنا الاشاره كتمشي باشارتها ناقص 2 اكس غتمشي باشارتها ولكن الترتيب غيتغير غير باش نردوا البال. اون بلوس الا قالوا لكم بسم لين غادوي هنا مثلا واخا هما ما طلبوش لينا نقولوا لين غادوي قالوا لنا لين غادوي هنايا بهذه الحاله يعني اكس اصغر من او يساوي 3 على 2 غندير 3 على 2 1.5 يعني عندنا هي 1.5 عندنا هنا صفر هنا 1 وهنا 2 فوالا قال لك اصغر من او يساوي اصغر او يساوي المعقوفه خصها تكون داخله في لو شون يعني هنا هاك قال لنا اصغر قطعا يعني خاصني ما تدخلش ما يدخلش ليا 3 على 2 في هذه الحاله واضح يعني ان قطعا ما كيدخلش 3 على 2 في الحل ولا كان او يساوي كيكون داخل واضح بالنسبه لهادي الشيء اللي بغيت انكم تردوا لي البال هادي حنا حضرنا يعني هنا ملي تنقولوا جمله اوغالمون نقولها يعني تو لي نوب سون ستريكت انفيريور او ايغال ا 3 على 2 يعني الوغ هنا راه كنقولوا راه هذوك هما لي سوليسيون ديال هاد انيكواسيون يعني سافو دير انا نمشيو لحاجه ليليمون الاخر يعني غنقولوا 3 اكس هاي درناها هادي غنمشيو لهادي 3 اكس بلس 1 هنا اكبر قطعا من 2 اكس موانزا يعني هنا لا ميم شوز يعني 3 اكس ناقص 2 اكس اكبر قطعا من ناقص 1 ناقص 1 جبت هادي هنا تغيرت لها الاشاره يعني شنو ولات ولات اكس اكبر قطعا من ناقص 2 يعني اوغالمون شنو نقولوا لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون سون تو لي نومبر ستريكتومون نقولوا حتى في الجمله ستريكتومون سوبيريور ا موانز يعني جو ريبيت الاولى قلنا لي سوليسيون دو سيت انيكواسيون سون تو لي نومبر ريال انفيريور او ايغو على 3 على 2 هنا قلنا ستريكتومون سوبيريور يعني هذيك انفيريور او ايغو وهذه ستريكتومون سوبيريور انا كنكرر باش تجدوا المعلومه مزيان غنمشيو ثاني اون كونسيدير ليكواسيون سويفونت هنايا لا ماجور بارتي مي كيديروا لك بحال هكا يعني كيوجدوا لك باش دير واحد ريزوليسيون ديال واحد المعادله داكور يعني هنا كيقول لك فيريفي لينا هادي واش هاد كاينه هاد ليغاليتي اوتوماتيكمون عندنا هنا 3 ا بلا ما نديرو يعني نديرو 3 ا يعني واخا ما درناش ترقيم في الاولى باش سيبارو على الاولين عندنا هنا اكس موان 3 في اكس بلس 2 يعني هادي ردوا معايا البال ليها يعني كيقدروا يغلطوا يكون غلط فيها حتى هي كيفاش ننشرو كيفاش نديرو ديفلوبمون شنو كنديرو كنضربو هادي في هادي وندير بلس نضرب هادي في هادي وندير بلس نضرب ونجيب لهاد كل رقم بالاشاره ديالو وندير بلس يعني نضرب هادي في هادي وندير بلس ونضرب هادي في هادي وندير بلس يعني سافو دير يعني ها هي الاولى غندير اكس في اكس هاي درت بلس غندير اكس في 2 يعني حيت مشات بزائد غندير بلس غنضرب ناقص 3 في اكس وغندير بلس ونضرب ناقص 3 في 2 باش ما نغلطش هاي اكس كاري زائد 2 اكس ناقص 3 اكس ناقص 6 واضح يعني اش غتولي لنا اكس كاري ناقص اكس ناقص 6 غنشوفوا واش هي هذيك صافي هي هذيك حنا لقينا قال لك دابا غيزود غير ليكواسيون سويفونت دابا صافي حنا عطاوها لينا سهلوها لينا يعني بوغ غيزود عندنا عندنا اون دابخي اون دابخي لا كيسيون واخا ما كنكتبش دابيتود هادي بغيت نبينها 3 ا فوالا اون اكس او كاري ناقص اكس ناقص 6 اش كتساوي لينا اكس موان 3 في اكس بلس 2 الوغ يا الوغ بوغ ريزودغ هادي
غنستعملوا هذه، يعني غنديروا x موان 3 نعوضوا بها x موان 3 في x بلوس 2 يعني غتساوي لنا صفر، يعني عوضنا هذه بهذه. فوالا دابا هادي ساهله، حنا عارفين شنو هي برودوي ايغال زيرو، صافي دير كوا، يعني اما اكس موان 3 كتساوي صفر او اكس بلس 2 كتساوي لنا صفر، برودوي ايغال زيرو يعني اكس كتساوي لنا 3 و اكس كتساوي لنا موان 2، يعني دو لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون سو 3 اي موان 2. فوالا فوالا اون باس او دوزيام اكسيرسيس. هنا قال لك سوا دي x و y دو نومبر غي اون كونسيدر لو سيستيم سويفون، عطاونا السيستيم 2 x بلس 3 و 3 y ايغال 5 و x بلس y ايغال 7. هنا الكيسيون الاولى قالك لو كوبل جوج 5 ايتيل سوليسيون دو سيستيم اس، يعني جوستيفي تا ريبونس. هنا هادي ساهله، يعني نورمالمون شنو كنديرو x كنعوضوها بجوج و y كنعوضوها بخمسة و كنشوفهم واش غيتساوي لينا 5 و 7. الا ما تساواش لينا وحده فيهم راه ماشي حل ديال هاد السيستيم. هادشي اللي غنديرو دابا هنا ما فهمت ليسبليكاسيون باينه هادي، يعني غنديرو 2 في 2 بلس 3 في 5 غتساوي لينا 4 في 15 غتساوي لينا 19، و 19 اصلا هي مختلفه لينا على 5، واخا ما دابا من نقدروا ما نكملوش انا باينه هادو ماشي حل. المهم حنا بدينا نكملو جوج زائد 5 تساوي لنا 7، يعني صحيحه الثانيه صحيحه. الو دو يعني غير وحده ما خرجاتش راه ماشي حل. لو كوبل جوج 5 ني با اون سوليسيون دو سيستيم اس. فوالا حنا شفنا هادي، نمشيو للثانيه د ا درناها ا بي ريزودر الجبريكمون لو سيستيم اس. هنايا جي لو شوا، يعني ما عددوش لينا اينا الميثود اللي غنديرو، نقدر ندير التعويض اي نقدر ندير الكومبينازون اكسبري حيت ما كنخدموش بزاف الكومبينازون في ليزيكزامان اللي درت قبل. الوغ نخدمو بالكومبينازون، يعني كومبينازون شنو غندير؟ عندي هاو السيستيم، هاو قبالتكم، عندي هنا نحطو 2 اكس بلس 3 اي كتساوي 5، وعندي اكس بلس اي كتساوي 7. اش غندير؟ هنا عندي 2 اكس، انا غنضرب هنا في ناقص 2 المعادلة الثانية، داكو؟ شنو غتعطينا؟ كندير مومبغ ونضرب هنا ونضرب هنا، يعني ومين نضرب ندير القوس باش ما نغلطش، يعني 2 اكس بلس 3 اي كتساوي 5، هادي ما نقيسهاش. وهادي غتولي ناقص 2 في اكس بلس ايغريك تتساوي ناقص 2 في 7. الوغ هنا شنو غتعطينا؟ غتعطينا غتولي هنا غادي ما نقيسهاش تاني، دائما نخليها كيف ما كانت. هادي شنو غتولي؟ ناقص 2 اكس ناقص 2 ايغريك كتساوي لينا ناقص 14. احنا فين وصلنا دابا؟ دابا غنديرو الجمع ديالهم بجوجهم، يعني غنجمعهم. شنو غتولي عندي؟ 2 اكس بلس 3 ايغريك ناقص 2 اكس ناقص 2 ايغريك كتساوي لينا 5 زائد ناقص 14. واضح؟ يعني شنو غتو هادي غتمشي مع هادي، و 3 ايغريك ناقص 2 ايغريك غتولي لنا ايغريك. ايغريك شنو غتساوي لنا؟ يعني 5 ناقص 14 هي شنو هي؟ يعني ناقص 9. يعني حنا ها هي دابا درنا هذا والاخرى شنو كانت عندنا؟ غنعوضو دابا درناها ما نديرش معقوفه برضو هنا، يعني خرجت لي اي تتساوي موان اف، صافي دابا غنعوض وحده فيهم، نعوض في هادي ولا في هادي، واسهل غنعوض في هادي. يعني اش غتولي؟ غتولي عندي اكس ناقص اي زائد اي ناقص 9 كتساوي لي 7، يعني اكس غتساوي لي 7 زائد 9 غتساوي لي شحال؟ تساوي لي 16. يعني الكوبل شنو هو هنا؟ لو كوبل 16 ناقص 9 اي لا سوليسيون دو سيستيم اس. فوالا حنا درنا سوليسيون دابا لقينا ليها الحل. دابا غنمشيو للبروبليم. قال لك بوغ لاشا دو دو ليفغ de mathématiques et trois livres de français. Un groupe d'élèves a payé 70 dirhams.
Et pour l'achat de 3 livres mathématiques et 3 livres de français, un groupe d'élèves a payé 90 dirhams. Déterminez le prix d'un seul livre de mathématiques et le prix d'un seul livre de français. Et automatiquement, là, mais on va faire le problème. راه عندنا شوا ديزاكوني هاو في لا كيسيون نيت يعني عندنا بروبليم فوالا شوا ديزانكوني دي زانكوني فوالا شنو هو اولا نديرو اكس هو لو بري دان سو ليفر دو لما بقى نكتب مات كاملة راه باينة مات اي يغريك لو بري دان سول ليفر ديال فرون سي حنا اختارينا لي زانكوني هنايا غنعاودو باش نديرو ميزون سيستيم ردو البال هنايا فواحد باش نحطو المعادلة خصنا نركزو مزيان انا قالك بور لاشا ديال واحد دو ليفر ماتيماتيك اي تخوا ليفر دو فرونسي ان غوب ديليف ا بيي 70 درهم يعني انه شرا واحد جوج ليفر ديال الماتيماتيك يعني جوج ليفر بالثمن ديال ليفر كل واحد ديال الماتيماتيك زادوا عليه ثاني ثلاثه لي ليفر بالثمن ديال كل ليفر فرونسي يعني وخلصوا في المجموع 70 درهم يعني اش غنديروا جوج في اياش الا مجهول غندير خاصني المجهول لي اسوسي هو الثمن ديال ليفغ ديال الماتيماتيك ماشي نش ندير انا ايغريك ديال ليفغ ديال الفرونسي خطا يعني خديت بجوج ديال ليفغ ديال الماتيماتيك يعني هنا شنو غنكتب اوتوماتيكمون بلا ما نبقى نشرح هادشي يعني 2 فوا اكس حيت خديت بالثمن ديال ليفغ ديال الماتيماتيك هو هذا لانكونو اللي خدينا ني زائد 3 يعني 3 ديال ليفغ ديال الفرونسي يعني بالثمن ديال ليفغ ديال الفرونسي هو الايغريك هو المجهول اللي سميناه في شوا دي زانكوني يعني شنو يعطينا هي 70 ميم شوز المعادله الثانيه شنو هي قالك ثاني نفس اي بو لا شا 3 ليفر دو ماتيماتيك اي 3 ليفر دو فرونسي ان اوتر كوب دي ليف ا بي 90 درهم هادي نفس الشيء هي العدد هنا غيتختلف هنايا يعني غتولي 3 اكس بلس 3 ايغريك غتساوي لنا 90 ها هي دابا هادي النظمه لقينا ميزون سيستيم غنمشيو للثالثه شنو هي شنو غنديرو لا ريزولوسيون يعني ريزودر ريزولوسيون دو سيستيم سيستم هنا غنديرو نشوف ما لاحظتوا معايا هنا السيستم راه مختلف لينا على هاد السيستم اللي عطاونا في الاول علاش لان دابيتود انا مزيان كونترول ولكن دابيتود كيعطي واحد كتكون ليزون بين هذا وهاديك الميزون سيستم اللي كيكون عندنا في البروبليم مي سيت فوا سي نو سي با لو كا فهاد الامتحان هذا كل وحده بوحدها يعني احنا غنمشيو نديرو ريزولوسيون عادي ديال هاد ديال هاد السيستم شنو غنديرو نديرو نحاولو نديرو الكومبينيزون اللي هنايا عرفتي نستعملوها باش نلقى لوبوزي هنا نضرب مثلا في ناقص واحد الفوق يعني شنو غندير غنضرب في ناقص واحد في الايكواسيون الاولى اتنين اكس زائد تلاتة ايكغيك كتساوي 70 معليش عاودتها تلاتة اكس بلس تلاتة ايكغيك كتساوي لنا 90 هنا شنو غتعطينا نضربها مومبغ مومبغ في الاول يعني ناقص واحد اتنين اكس بلس تلاتة ايكغيك كتساوي لينا ناقص واحد في 70 وهنا التانية نخليها كيف ما هي 3 اكس بلس 3 ايغريك كتساوي لنا 90 فوالا هنا نحسبها غتولي ناقص 2 اكس ناقص 3 ايغريك كتساوي ناقص 70 وهنا غتولي لنا تبقى 3 اكس بلس 3 ايغريك كتساوي لنا 90 هنا كندير اون اديسيون مومبغ ا مومبغ صافي كنجمعو شنو غتولي ناقص 2 اكس بلس ناقص 3 ايغريك بلس 3 اكس بلس 3 ايغريك كتساوي لنا ناقص 70 بلس 90 ها صح حتى هنا كانت كتبتها 90 يعني 90 شنو غتولي لنا هادي غتمشي مع هادي اوبوزي انا ناقص 2 اكس زائد 3 اكس غتولي لنا اكس غتساوي لنا 20 حنا لقينا 20 اكس
فين غنعوضوها؟ نعوضوها فيما يعني هادي ولا هادي، يعني مثلا نعوضو في هادي فوالا. غتجي لينا قلنا تناني في 20 بلوس 3 إكغيك كتساوي لنا 70، يعني عشان غتولي لنا 60 زائد 3 إكغيك كتساوي لنا 70. يعني شنو غتعطينا؟ هادي 60 غنجيبوها شي أخرى، غتولي 3 إكغيك كتساوي لنا 70 ناقص 60 كتساوي لنا 10. يعني إكغيك غتساوي لنا 10 على فوالا جيريكتيفي. مي كنت كنخرج بنت ليا شي حاجه غتجي فيها الفصيله، مي بورطون الدرهم ما خصوش يكون فيه الفصيله. الوغ جيريكتيفي كانت درت 60 هي 40، الوغ غتكون 3 إكغيك كتساوي 70 ناقص 40، هاي 70 ناقص 40 غتجيو لي 30، 30 على 3 غتجيو لينا 10، 10 يعني إكغيك عندنا 10 و إكس عطاتنا هي 20. يعني هادو هما لي سوليسيون ديال هاد السيستيم. عندنا اكس الكوبل 20 10 هو لا سوليسيون ديال هاد السيستيم، يعني هاد اللي درناه دابا. فوالا دابا غنوليو نمشيو لليطاب الاخرى. شنو هي؟ هي فيريفيكاسيون روتور سيستيم. فيريفيكاسيون اي روتور، ولا نقولو روتور او بروبليم، او بروبليم باش نجاوبو عليه، ولا ريبونس او بروبليم لا ميم شوز. فوالا اولا نبداو بالفيريفيكاسيون، نحطو حدانا ديجا البروبليم هذاك السيستم. 2 اكس بلس 3 ايكغيك كتساوي 70 اللي لقينا، و 3 اكس بلس 3 ايكغيك كتساوي لنا 90. فوالا اكس لقينا شحال؟ لقينا هي 20، غنعوضوها ب 20. خاصنا دابا شنو الفيريفيكاسيون؟ كنعوضو اكس بالعدد اللي لقينا و ايكغيك بالعدد اللي لقينا ونشوفو واش خرج لينا 70. يعني 2 في 20 بلس 3 في 10 شوفو شحال تساوي؟ 60 زائد 30، ديما غلطة في هادي، 40 زائد 30 كتساوي لنا 70. وهنا ايغالمون عندنا 3 في 20 بلس 3 في 10 كتساوي لنا 60 بلس 30 كتساوي لنا 90. حنا درنا الفيريفيكاسيون، خرجوا لينا الاعداد هما هادوك. يعني دابا غنجاوبوا على البروبليم. شنو هو قال لك؟ لو بري، بري دال ليفغ دو ماتيماتيك. هنا بخي هنا غنديرو اون ديغرام، يعني اي حيت هاد البخي هنا كنا سميناه المجهول اكس، يعني اكس هو هنا عندنا هو 20 ديغرام. فوالا وانا البخي دان ليفغ دو فرونسي اي دي ديغرام. فوالا حنا جاوبنا البروبليم، اون باس او تخوازيام اكزارسيس. Voilà pour l'exercice 3 de concernant les vecteurs et translations. La grecque soit ABCD, un parallélogramme de centre O. Était la translation qui transforme A en B. On a le menha, yani من A ل B ou vecteur AB. La même chose. On a les constructions. En même temps, on a regardé les mots. On voit maintenant déjà j'ai préparé le schéma. Là, il y a la première. On a le construire le point E, l'image du point O par la translation T, يعني من A ل B. هنا شوفوا معايا، هنا كاين قالوا لنا باراليلوغرام A B، لاحظوا معايا قال لك A B C D. الوغ هنا شنو كيفاش؟ شو A B C D؟ شوف هنا السي فين غنديرها؟ غنديرها هنايا A B حيت تمشي داير A B C D، ما غديرش هنا الدي وهنا السي، غتولي A B D C. وحيت لا درتي ا بي دي سي يعني غتولي المتجه ا بي كتساوي لينا متجه سي دي، ولكن هنا لا قاصدين ان المتجه ا بي غتساوي لنا متجه دي سي، يعني المنحه مهم هنايا. واضح؟ هذه المساله اللي غننبهكم ليها، راه عارفين كيفاش. انا شنو درت؟ هاد ثلاث نقاط وجيب يعني درت النقطه سي كوم دابيتود، شديت العبار من ال دي فوالو ودرت من بي وخديت الماركاج الاول، مشيت تاني من ا ل بي
وبديت من دي وخديت الماركاج تاني صافي باش ندير السي. هنا قالوا لنا بغاو او ليماج ديال او بار لو ترانسلاسيون من ا ل بي، يعني المنحه ديالها يكون من هاد الجهه، من هاد الجهه هاد لو كوتي، حيت من ا ل بي والاصل ديالها من او. يعني انا شنو غندير؟ غندير لا ميم شوز، يعني انا غنبدا ناخذ المسافه من ا ل او وندير نطلق من بي باش ندير الماركاج الاول، وناخذ المسافه تاني من ا ل بي ونبدا من او باش ندير الماركاج الثاني باش نلقى او. ها هي حنا لقينا او. دابا قالوا لك بغاو الصوره دي اف هي الصوره ديال سي، يعني ها هي شنو اف هي ليماج ديال بوان سي بار لا ترانسلاسيون دي، يعني حتى هي لا ميم شوز، نفس المنحه غتكون حيت من ا ل بي غتكون تاني من هاد الجهه. الوغ حتى لا ميم شوز، حتى هي غنديروا ا مسافة من ال ا بي وغنطلق من سي باش ندير الماركاج الاول، وغندير المسافة من ال ا سي وغنطلق من بي باش ندير الماركاج الثاني باش نلقى اف. احنا لقينا درنا لا كونستركسيون هنايا. هنا قالك ديتيرمينا ليماج دو لا دغوات ا سي بار لا ترانسلاسيون تي. هنا عندنا في التمرين حق الخاصية ديال ليماج ديال المستقيم شنو هو؟ كيقول لك هنا عندنا بي هي ليماج ديال ا بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي، عندنا اف هي ايغالمون ليماج ديال سي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. الوغ يعني ان بي و اف سون ليماج ريسبكتيف خصني بينها ديال لي بوين ا و سي. الوغ شنقولو لا دغوات بي اف اي ليماج دو لا دغوات ا سي بار لا ترانسلاسيون تي. انا سي ميو نكتبها هادي باش تفهموها اكثر، يعني غنقولو بار لا ترانسلاسيون تي، ترانسلاسيون شنو قلنا تي، يعني هي شناهي؟ هي كي ترانسفورم ا يعني اون بي اون ا. شناهي عندنا بي و اي اف sont les images quoi des respectives bien حيت بالترتيب، يعني ب هي ليماج ديال ا و اف هي ليماج ديال سي دي بوين ا اي سي. alors شنقولو دو صافي اوتوماتيكمون احنا حسب الخاصيه راه نكمدو لا دغوات ب اف اي ليماج دو لا دغوات ا سي. واش اللي طالبوا لنا في الكيستيون دغوات ا سي باش اين ترانسلاسيون بار لا ترانسلاسيون ديما نذكروا بها ترانسلاسيون تي. واش هي تي؟ هي ديال نقدر ندير الكتابه ديال تي ا بي ايغال مورا صحيحه، يعني تي كترانسفورم ا اون بي. فوالا هنا درنا حنا السؤال الثالث. دابا حنا غنديرو السؤال الرابع. شنو كيقول لينا؟ كيقول لك مونطري كو لو بوين او اي لو ميو دو سيغمون بي اف، يعني هادشي اللي غنبينو في هاد السؤال. فوالا شوفوا معايا في الشكل، بويسك عندنا هاد بي و او و اف يعني سون لي زيماج ريسبكتيف ديال ا او سي بار لا ترانسلاسيون تي، سا فو دير ان او ايغالمون عندنا او هي لو ميو ديال القطعه ا سي لان او هو المنتصف ديال باراليلوغرام ا بي سي دي. الوغ او غتكون المنتصف ديال بي اف، لان علاش؟ لان الترانسلاسيون كتحافظ لينا على المنتصف. يعني حنا غنعاودو نكتبوها باش تفهموا وتعقلوا عليها مزيان. فوالا قلنا عندنا بار لا ترانسلاسيون، لا ترانسلاسيون دابا باش تردو البال كيسيون 4 ترانسلاسيون عندنا تي كي ترانسفور ا اون بي. شنو عندنا؟ اون ا بي و او اي اف سون لي زيماج ريسبكتيف دي بوين، يعني ا و او سي هادشي اللي قلنا. و بويسك عندنا او اي لو ميليو دو سيغمون ا سي، علاش؟ علاش حيت هي ميليو؟ لان او كار باش نشرحها لكم هنا، او اي لو سونتر دو باراليلوغرام، لو سونتر
de parallélogramme. ABCD هادي من جهة، حنا عرفنا او الميليو دو سيغمو اسي، الوغ دو صافي نستنتجو بان او اي لو ميليو دو سيغمو بي اف. شنو هو سيغمو؟ انا ماشي مستقيم سيغمو كار، علاش بنشرحها لكم بين قوسين؟ كار لا ترونسلاسيون كونسيرف، ينش كنقولو كونسيرف كتحافظ لينا على الميليو، لو ميليو. صافي سالينا هاد لا كيسيون و لو تخوازيام اكزارسيس. دابا حنا نمشيو لو كاتخيام، هنايا قالك هنا لو بلون اي رابورتي ان روبير اورتونورمي او اي جي، اون كونسيدير لي بوان سويفون، عطاونا لي كوردوني ديال تخوا بوان. قالك دلتا لو درو لا دوات ديكواسيون ريدويت، هاي عطاونا ليكواسيون ديالها. نطلبو منو لا كونستركسيون دي بوان ا بي سي دي دون لو روبير او اي جي. فوالا هنا عندنا معلم ومنظم، حنا غنديرو الكونستركسيون ديال البوان، درناهم ديال ا هي قلنا الاحداث ديال ديالها افصل عندك واحد، والارتوب ديالها أربعة، ها هو أربعة تقريبا هذا الشكل، لانه ما عنديش ورقه مسطره يعني تقريبي. النبي عندنا الافصول خمسة والارتوب ستة كيف ما كتلاحظوا معايا. تاني هي المونسي افصول عندنا اثنان والارتوب عندنا صفر. عندنا كونستركسيون نطلبوا من نفس السؤال تاني دي ديغميني لي كوردوني دو بوان او ميليو ميليو ديال سيغمون سيغمون ديال ا بي. الو حنا كنعرفوا القاعده ديال الميليو، شنو هي لي كيسيون هنايا؟ عندنا هي اثنان، عندنا اكس، عندنا اكس او كنقدروا نكتبوها بحال هكا، هي كتساوي لي اكس ا بلس اكس بي على اثنان، ويكغ او كتساوي ايكغ ا بلس ايكغ بي على اثنان. كتقدروا ديروا بحال هكا وتبقاو تخرجوا، سينو كتقدروا ديروا الكتابه هكا او وكدير المعقوفتين هكا، وكدير اكس ا بلس اكس بي على الثاني، وايكغ ا بلس ايكغ بي على اثنان، بجوج مصحاح كتبقى دير لي كالكول لا ميم شوز. يعني هنا دابا غناخدو اكس ا شحال عندنا واحد، واكس بي عندنا هي خمسة، يعني على جوج غتولينا ستة، على جوج غنختازو بتلاتة، يعني بجوج غتولينا تلاتة. فوالا هاهي الافصول. هنا الارتوب عندنا ايكغ ا شحال هو ربعة، وايكغ بي عندنا هو ستة على اثنان، يعني تانية غتكون عشرة على اثنان، يعني هي خمسة. الو احداثية ديال الميليو ديال هاد الابي هو ثلاثة وخمسة. فوالا هاهما الاحداثية ديال او. هنا قالو لينا السؤال الثالث، ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ابي اي كالكولي لا ديستونس ابي. هنا عارفين الفيكتور هادي التالت ابي كنديرو اكس بي ناقص اكس ا، وايكغ بي ناقص ايكغ ا. صافي نبداو نديرو الكالكول، عندنا اكس بي شحال؟ خمسة، واكس ا واحد، هاهي خمسة ناقص واحد. عندنا ا بي ونديرو القوس، عندنا ايكغ بي ستة، وايكغ ا ربعة، يعني ستة ناقص ربعة. صافي هنا ا بي المتجهة شحال تساوي لينا؟ ربعة جوج. هادو هما الاحداث ديال ديال ا بي. قال لنا المسافه شنو هو؟ هي الغاسين نورمالمون هي اكس بي ناقص اكس ا او كاري زائد كريك بي ناقص كريك ا او كاري، بويسك حنا هادي ديجا كالكولي غنعتبرو هذا هو اكس وهذا هو كريك، وغنديرو له يعني اكس او كاري زائد كريك او كاري. يعني هنا شنو غنعوضو؟ هي 4 او كاري زائد 2 او كاري، شنو غتساوي لنا؟ هي 16 زائد 4 كتساوي لنا هي 20 جذر 20. عشرين لبغينا نفككوها غتولي هي ربعة في خمسة. اللي عنده مشكل في غاسين ردوا معايا، هادي عندك الحق تكتبها بحال هاد الشكل، ما بغيتش انا ديريكتومون ندير لكم خارج باش تعرفوا. هادي هادي جداء ديال غاسين، عندنا جوج بوزيتيف، هنا كيمكن لينا نكتبو على هاد الشكل غاسين 4 فوا غاسين 5، يعني غاسين 4 هي جوج غاسين 5. فوالا حنا عندنا المسافة ديال ابي لقيناها. دابا حنا غنمشيو للكيستيون 4، مونطري كو ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي هي هادي، هي اللي غنبينوها.
pour ce type de question خدمناهم مرارا وتكرارا. عارفين حنا مستقيم AB كيتكتب المعادله ديالو على الشكل ديال Y MX، اي مستقيم MX بلس بي، اي مستقيم كيتكتب على هذا الشكل يعني حنا يعني خصنا نلقاو هاد M و بي باش نلقاو A بعدا M A B. شنو هي كتساوي لينا Y بي ناقص Y. اتونسيو هنا لي زيغريغ هما اللي كيكون في البسط، يمكن بغي ندير الكويفيسيون ديريكتور. الفرق بين لي زيغريغ راه تيتخالفوا لكم ربما مع الاحداثيات ديال المتجه اكسترا. المهم هذا الكويفيسيون ديريكتور ولا البونت راه كيكون لي زيغريغ. وباش بديتي بالنقطه بي غدير الايغريغ الاول هي الاولى، والاكس بي حتى هي تبدا بها هي الاولى. بديتي بأ كتبدا بايغريغ أ اكس أ، بديتي بي كدير ايغريغ بي واكس بي. واضح؟ يعني هنا هادو هما اللي كان لي زاستيس اللي درتو اليوم البال. عندنا صافي دابا كنبداو نديرو لي كالكول. عندنا إيكغيك بي شحال هي 6 ناقص 4 علاش إكس بي شحال عندنا هي 5 ناقص 1. شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لينا هي 2 على 4، تساوي لنا 1 على 2. احنا لقينا الكويفيسيون. دابا ملي كنلقى الكويفيسيون كنحط المعادله، كندخل نكتب فيه الكويفيسيون، نعوض لي كويفيسيون بالعدد اللي لقيت، باش حيت لما عوضتش ما نلقاش بي، يعني ضروري خصنا نعوضها باش يبقى عندي المجهول ديال بي. ما غندير واحد النقطه مثلا، ها هي عندي النقطه ا كتنتمي ليا ا بي، الحده ديالتي انا ما غنعوضهم هنا، غتبقى ليا المجهول بي. الا خليت الام غيبقى ليا حتى الام مجهول. يعني حنا غنديروا ان بويسك هادي تتنتمي ا بي، هاد الايغاليتي راه كاينه فالابل، عندي الحق نكتب هاد الكتابه. يعني هنا صافي كنولي ندير ايغريك ا شحال عندنا، ايغريك ا شحال هي 4 واكس ا عندي 1 هي 4 على 1 على 2 تساوي 1 على 2 في 1 كتساوي لينا بي. صافي دابا غنبدا نحسب بلس بي. يعني هنا شنو غتكون 4 كتساوي 1 على 2 بلس بي، يعني شنو غتساوي لينا؟ نغيروها يعني بي هذه غنجيب وجه اخرى، غتولي لينا 4 ناقص 1 على 2. يعني اش كتساوي لينا؟ غنوحدو هنا غنضربو في جوج فوق وجوج في التحت، هنا غتولي 4 8 على 2 ناقص 1 على 2، يعني 8 ناقص 1 هي 7 على 2. احنا لقينا بي. يعني المعادله ديال ا بي كيفاش غتكتب لينا؟ غتكتب لينا إيغريك كتساوي لينا 1 على 2 اكس بلس 7 على 2. نشوفوا واش هي هذيك. صافي راه عندنا صحيحه، 1 على 2 اكس بلس 7 على 2. دابا قال لك بي هي اللي هنا بان موطري كيستيون 5 كو دلتا اي ا بي متعامدين. الو حنا في القاعده اللي باش يكونوا متعامدين المستقيمين تكون الضرب ديال الكويفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج خصو يساوي لينا ناقص 1. يعني حنا خصنا شنو نديرو؟ خاص نديرو ام، خاص ام دلتا في ام ا بي خص نشوفو نحسبوهم ونخرجوا لينا ناقص 1 راه متعامدين. يعني هنا دلتا عندنا ناقص 2 والكويفيسيون ديال ا بي عندنا 1 على 2، راهي باينه. يعني عندنا ناقص 2 في 1 على 2 كتساوي لنا ناقص 1. الوغ صافي ديريكتومون نقولوا دلتا متعامد لينا مع ا بي. فوالا هنا شنو قال لك نسيس كوا؟ قال لك هنا ريبريزونتي دون لو ميم روبير او اي جي لا دروات دلتا. فوالا كيف ما كتعرفوا ان المعادله ديال هذا المستقيم ديال تيلتا هي هذه، عطاوها لينا في المطايات. الوغ بغيت ندير غوبريزونطاسيون ديالو كنعطي ناخذ جوج نقاط، يعني كنعطي جوج اعداد الاكس، يعني مره مثلا نعطي صفر ومره نعطيه واحد ونشوف ايكغيك شحال غتخرج لينا بوغ افوغ دو بوان، وديك البوان تنديرو ليزون ديالهم. وهادشي اللي درنا هنايا ايكالمون، هادشي اللي عملت يعني كنختار حيت ديجا عندنا حنا مدايرين على شكل ايكواسيون ريدويت. يعني هنا درت اكس ايكال زيرو خرجت لي ايكغيك كتساوي واحد، هي النقطة الأولى. اكس تانية عطيت واحد يعني خرجت لي ناقص واحد،
فوالا درت الغوبريزونطاسيون ديال المهي. عندي الأفصول واحد أرتوب ناقص واحد، عندي الأفصول صفر والأرتوب واحد، ودرت ليزون ديالهم باش تعطينا المستقيم ديال الطا. نورمالمون مي غدير غوبريزونطاسيون خصو يكون تعامد ها أبي، هنا ما باينش عندي مزيان، مي بوغتون لا درتهم نتوما بالقياسات ميزيغ مقادين، نورمالمون خصو يكون خارج بيربونديكولا. هادشي اللي كنخرج لينا في السؤال اللي قبل. فوالا نشوفو حنا الكيستيون الأخيرة في هاد ليكزامان. قال لك هنا فوالا درنا ريزودغ، قال لك ريزودغ غرافيكمون لو سيستيم سويفون. اتونسيون هنا اللي بغيت ندير لكم اشاره قبل ما نبداو، هنا ملي كيقول لك ريزودغ لو سيستيم غرافيكمون، اول حاجه كنديرو على شكل ايكواسيون ريدويت، يعني كنخرجو اكس بدلاله ايكغيك بدلاله اكس، هادي لا بروميير شوز. ثانيا نحاولو ميم نعطيهم دي يعني سميات بجوجهم المستقيمات. ثالثا نرد البال، شناهي ليش نرد البال؟ كويفيستيون ديريكتور اللي كانوا عندنا حنا بجوجهم متساويين راه ما كاينلاش، غتقولوا لهم انه السيستم رانا با اون سوليوشن، لانه الكويفيستيون ديريكتور غيكونوا متساويين، صافي دير انه هذوك المستقيمات ما كيتقاطعوش، راهم باغالين داكوغ. يعني قبل ما نتافونسا وندير جوج نقاط، حيت نورمالمون ريزوليسيون دي سيستم كيفاش كدير؟ مي كدير ليكواسيون ايكغيك بدلاله اكس، وهنا ايكغيك بدلاله اكس كتاخد جوج نقطات، كتصيب جوج نقطات من هنا وجوج نقطات من هنا، وكدير لا ريبريزونطاسيون ديالهم، هادي هي الغرافيك. ولكن انا كنأكد عليكم قبل ما تبداو ديروا هاد لي زيتاب كاملين، شوف دائما الكويفيسيون ديريكتور الا كان متساويين سي با لا بين انكم كتكملوا تضيعوا الوقت. فوالا هنايا كما قلنا زود غرافيكمون، كما قلنا غنرجعو هادي ايكغيك بدلاله اكس، وغنحاولو ناخدو دو بوان من هاد المستقيم ودو بوان من هاد المستقيم، ونشوفو فين كالتقاطع ديالهم. التقاطع هو لا ريزوليسيون غرافيك ديال هاد السيستم. هنا كما قلنا غنديرو هاهي ايكغيك اللولى كتساوي لنا ناقص اتنين اكس بلس ان، ولا ايكغيك كتساوي لنا واحد على اتنين، واحد على اتنين اكس بلس بال اتنين. ولكن قبل ما تافونسا ما تلاحظوش معايا هاد السيستيم، شوفوا لي زيكواسيون بجوجو، وشوفوا معايا هنايا المعادله ديال ا بي، وهنا المعادله ديال دلتا. الو هذا راه هو المعادله ديال دلتا، الو هي هادي المعادله وهذا ديال ا بي، يعني سي با لا بين انا نبقى ناخذ جوج نقاط من هنا، عندي ريبريزونطاسيون درتهم في المعلم. الو اوتوماتيكمون شنو غندير؟ غنمشي ديريكتومون دابا حيت عندي لوبريزونطاسيون، غنمشي للروبير. ها هو قبالتنا، ها هو واش كيف ما كتلاحظوا، ونشوفوا فين كيتقاطعوا سيتو. ها هما كيفاش تشوفوا معايا، انا جاتني تقريبا هي غتجي ناقص واحد ثلاثة، هاي غيكون نسميوها اف مثلا، اف هي نقطة التقاطع ديال هاد المستقيمين. يعني غنقولوا كيستيون، يعني قلنا سبعة، يعني هي شنو نقول الجواب هنايا غرافيكمون لي دو دووات دلتا اي ا بي سون سيكونت اون ان اون سول بوان d'où le couple moins 1 et 3 est la solution de ce système. Voilà, on a terminé l'examen. كيف لاحظتوا معايا هاد ليكزام ان بو كور، يعني ماشي بحال الاخرين ناقص ستاتيستيك والجيومتري دون ليسباس، اختاريتو لانه كتعرف راسي غنخرج بالمرات ندير دي زيكسبليكاسيون. الو بور لي بروشان فيديو ان شاء الله يكونوا دي زيكزام بلو لون، يكون فيهم دي انتغري هاد الستاتيستيك جيومتري. فوالا، و جو فو سويت بون شونس، على بروشان فيديو.